يوميات مريم على الحياة فهم. في يومية مريض اليوم نتابعوا تجربة عائلة مع الكورونا. العائلة هذه مرضت بالكورونا وكان عندها تأثير كبير، تداعيات اجتماعية وصحية وغيرت حياة العائلة وحطتها في موقف صعيب. نسمع المواطن هذا شنو خلات كورونا من أثر في نفسية العائلة وتأثيرها مادياً وبدنياً. ما احنا كعائلة قيروية كورونا أثرت فينا برشا برشا، مرضنا عائلة كاملة مع تفجوان كامل مرضى، وصلت معتها أمي رخصت المستشفى الميداني، عائلة كل مرض صوروا معتها مصاريفها وكارين وبيعلم بينك الله سبحانه وتعالى، خلت مخلفيات نتيحة كون احنا معاش منجم يخدم، طرف الاقتصادي خاصة القرية مع الناس كنت تعرفوا، وصلنا تو صدوني مع كرية مع تو 5 أيام ولا 4 أيام مع تفوتنا الكرية ونجمناش خالص، ومع تو الراجل ثاني آخر أجل قال 5 إنه الشهر ما كانش يخرجوا خويا من دروش. احنا كورونا ذي بحياتنا بدلت لنا جملة واحدة، اللي نجم يعاوننا يعاوننا وكهو ما نجمش نحكي أكثر معك، وخاصة الأمور النفسية الواحد أصل يبقى عبارة كابوس في مخه، يبقى كل مشاهد ذيك الناس اللي ماتت قديم والناس أكل الحر العديه كامل اللي نجم لا يبوس بنت ولا يحمل أم، ومعت برشا حاجة يتخيبين برشا حاجة يتخيبين قال مصرين يعني حتى جسدين الواحد مرجعش كفل بدنه داخل بعض، وهنا جمعة تشده معته توجع يمشي مشوي هكا يفشل الوضع كيري فيه كيري صحية ونفسانين، وزاد الواحد والله تواصل حتى والله صدقني البارح نقسم بالليل بنتش تجد بعد تأثير جي قلت لي بابا قلت له من بعيد بتنجمش نحكي له إذا ما أدير، قلت له هاك بصبعي لي ما عنديش كيف شي تغل بسيادة بعد قلت يا بابا دي ما عندك سنتا وعني روي أحد يعرف كيف كرم ثم بارش عبين مدروش ما نيقوره مدروش كانوا كيلة تمرض معتها كل واحد يأكل وحده، كل أبسطك حاجات اللي نعمل فيهم كل يوم مندوش اللي هي نعمة كبيرة كون واحد يندريش بوس بنته وبوس أمه ما عايش نجم يبوسها وتخايف عليها وخايف منها وهي خايفة منه وخايفة عليه، واحد واحد يرقد معتها حتى في النوم ما عايش يكون نوم طبيعي حتى يرقد يمشي في دنيا أخرى معتها معتها تأثر برشا على الشخص حتى على نفسيته تأثر برشا برشا أتمنى مو ثم خاصة من الجانب النفسي يعني كان توفرنا الجانب الاقتصادي يزيد البركة أخويا يعني اللي نجم يعاون يعاون أجره على الله والنجم وين والله يصدقوني ما عمري ما مدت يدي إلا غالب الواحد وصل ظرف كورونا ذي بلت ناحيتنا كومبليت مو جملة واحدة أخويا اللي نجم يعاوننا يعاوننا لوجه الله أخويا يسلفنا خاصة الواحد مهدد ولا مهدد باش يخرج لبرا معناتها باش يدبش ويخرج لبرا كل شيء يخرج لبرا معناتها المهدد في معيشته معناتها كهو والله كهو ما عادش نجم نحكي كهو. الأطباء والمختصين يأكدوا أن كورونا ما عادتش مشكل صحي فقط، وإنما ولات موضوع اجتماعي وفيه تداعيات خطيرة على العائلات وعلى الأفراد، ومهم ياسر تكون ثمة متابعات نفسانية واقتصادية واجتماعية، وضروري في الظروف الصعبة هذه تتضافر جهود المؤسسات الحكومية والجمعيات مساعدة العائلات في ظروفها الصعبة. إن شاء الله بالتعاون والتضامن نتجاوز الظروف الصعبة كما قلنا ونتغلبوا على الكورونا. يوميات مريم على الحياة فهمها.